تراجعات في أسعار الذهب اليوم في أسواق الصاغة تصل ل1000 جنيه. تفاصيل أسعار الذهب والدولار في البنوك العاملة بمصر وجهود الدولة في القضاء على السوق السوداء والعقوبات التي تنتظر بالفعل المتاجرين في العملة الصعبة، هذا ما سنوضحه لحضراتكم من خلال هذه التغطية. نبدأ مع حضراتكم بأسعار الذهب والتي تحركت اليوم وشهدت تراجعات في أسواق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 3457 جنيه للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3025 جنيه للشراء و2975 جنيها للبيع. سجل أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2592 جنيها للشراء و2550 جنيها للبيع. سجل أيضا سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2016 جنيها للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 24200 جنيه للشراء وأيضا 23800 جنيه للبيع. أما عن مصنعيات الذهب ففي الغالب تبدأ من 80 جنيه وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية. أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من حوالي 30 جنيها فأكثر. نأتي مع حضراتكم لأسعار الدولار محليا مقابل الجنيه المصري، ووفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر فقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي حوالي 46 جنيها و 62 قرشا للشراء و 46 جنيها فاصل 72 قرشا للبيع. سجل أيضا في البنك المصري لتنمية الصادرات حوالي 46 جنيها فاصل 60 قرشا للشراء و 46 جنيها فاصل 70 قرشا للبيع. سجل أيضا سعر الدولار في بنوك المصرف العربي الدولي و الشركة المصرفية حوالي 46 جنيه و55 قرشا للشراء و46 جنيه و65 قرشا للبيع. سجل أيضا في بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي سي آي بي وبنك الإسكندرية حوالي 46 جنيه فاصل 54 قرشا للشراء و46 جنيه فاصل 64 قرشا عفوا للبيع. سجل ايضا في بنوك مصر العربي والعربي الافريقي حوالي 46 جنيه فاصل 53 قرشا للشراء و46 جنيه فاصل 63 قرشا للبيع، بينما سجل سعره في البنك المركزي المصري حوالي 46 جنيه فاصل 49 قرشا للشراء و46 جنيه فاصل 63 قرشا للبيع. حيث انه ياتي ذلك عقب نجاح الدوله في توحيد سعر صرف الدولار والقضاء نهائيا على السوق السوداء، واعلان الحكومه ايضا صفقه تطوير مدينه راس الحكمه بالتعاون مع الامارات والتي تدعم بالفعل خزينه الدوله ب 35 مليار دولار، وايضا قرارات البنك المركزي الاخيره. كما يلاحق ايضا رجال الامن من وزاره الداخليه الخارجين عن القانون خاصه المتلاعبين بالعملات الاجنبيه، لا سيما وان سعر الدولار شهد بالفعل تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها بالفعل السوق السوداء، وينتظر مافيا الدولار والمتاجرين في العملات خارج السوق المصرفي عقوبات رادعة، حيث بالفعل نصت المادة 126 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و ستة أشهر عفوا ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1,000,000 جنيه ولا تتجاوز 5,000,000 جنيه كل من خالف أي حكم من أحكام المواد 111 و113 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي الدولار. ويعاقب أيضا كل من يتعامل في النقد الأجنبي الدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة لها بذلك حسب المادة 126 مكررا بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة. كل من يتعامل مع النقد الأجنبي الدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.